لطالما كانت القراءة نافذة العقل على حقل المعلومات، فالأمة التي تقرأ هي أمة نافعة لأبنائها وإلى العالم كافة. لطالما كانت القراءة من أهم مصادر الثقافة لدى أفراد المجتمع، فالشخص القارئ إنسان عالم بماضيه وحاضره وأمين على مستقبله. ويكفي أن أول آية نزلت في القرآن الكريم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأظنها كافية لندرك من خلالها قيمة المطالعة والقراءة والكتاب. يمنح الكتاب الإنسان القدرة على التفكير بشكل عقلاني وموضوعي، كما يمنحه الصبر وراحة البال والهدوء النفسي. تساهم الكتب في تهذيب سلوك الإنسان، كما تعلمه أفضل القيم الإيجابية وتزرع فيه حب الخير. فالكتاب هو المعلم الأول للإنسان. تعمل الكتب على تنمية أساليب الإقناع والتأثير لدى الإنسان، وبالتالي تسهل إمكانية التواصل مع الآخرين، كما تكسب الكتب الإنسان الحجج والبراهين التي يحتاجها للدفاع عن نفسه ونظرته في مواقف مختلفة. خلاصة القول إن القراءة هي مفتاح المعرفة وطريق الرقي، وما من أمة قرأت إلا وملكت زمام القيادة وكانت في موضع الريادة. وأنا شخصيا أحب الكتاب، لا لأنني زاهدة في الحياة، ولكن لأن حياة واحدة لا تكفي.